ومعي أيضا الباحث الدكتور عمرو عادل رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري. دكتور عمرو أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين. دكتور عمرو أنا ما عرفش حضرتك تابعت ولا الفيديو اللي ذيعناه من شوية للجنود؟ نعم شفته. ما هو تعليقك على الفيديو ده يا دكتور؟ وهل طبيعي وانت كنت في الجيش المصري هل طبيعي يبقى في عساكر على الحدود بالشكل ده او بالتجهيزات دي؟ هو الحقيقة خلال نظرتنا لما يحدث في مصر في الـ30 او الـ40 سنة اللي فاتوا بعد كامب ديفيد اعتقد ان ده مشهد طبيعي جدا، مشهد يعني متوافق مع السياق العام اللي بيقوم بالنظام المصري في التنسيق التام والتحالف ربما مع الكيان الصهيوني ضد القضية الفلسطينية. الواضح من لكل المشاهدين أن النظام المصري بيعمل جاهدا لحماية النظام الصهيوني ولتحقيق النصر ليه أو أنه يقترب من النصر على المقاومة الفلسطينية، وفي نفس الوقت بيعادي المقاومة الفلسطينية من فترة طويلة جدا بدرجات مختلفة. يمكن بعد انقلاب 2013 ظهرت هذه الأمور بمطلوب. إذا على امتداد الخط ده هنلاقي أنه طبيعي جدا أن العساكر اللي موجودة ما تكونش معاها تسليح حقيقي، مجرد شكل مظهر يعني من مظاهر خداع الناس وخداع الجماهير. وفي نفس الوقت خلينا نتفق أن الدولة المصرية بقت تحت سيطرة الجيش، وأن الجيش أصبح ما عندوش عقيدة عسكرية واضحة مين العدو. أول حاجة في أي عقيدة عسكرية مين العدو؟ طيب لو بصينا الجيش المصري مين العدو دلوقتي؟ العدو هو مش طبعا مش الكيان الصهيوني، العدو هي اي فكره للمقاومه سواء داخل مصر او خارج او في فلسطين النقطه في قطاع غزه. فمن السياق ده نجد من الطبيعي جدا نلاقي ان المخابرات الحربيه والمؤسسات الاخرى بتحاول اضعاف اي احتمال ان يقوم اي جندي على الحدود زي سليمان خاطر وايمن حسن والبطل المناضل احمد عبد العزيز قديما ومحمد صلاح حديثا. فالهدف من هذه المؤسسه هي حمايه الكيان الصهيوني، وحمايه الكيان الصهيوني مش بس من المقاومه الفلسطينيه، لا من الشعب المصري كمان. فواضح طبيعي ان ده يحصل، وطبيعي ان اي جيش لا يمتلك عقيده عسكريه ولا يدرك من هو العدو الا في الاخر ان في حاله فلتان في الاداء التكتيكي وفي الاداء العسكري وفي الانضباط، هي بس اشكال مسرحيه زي اللي بنشوفها في الاستعراضات والعروض ومش عارف ايه والكلام اللطيف اللي بنشوفه ده والاعلام والالوان والقصص، لكن الحقيقه انها حقيقه جوفاء، لان لا يوجد ابدا دوله او جيش مش عارف مين العدو ومش عارف هو بيعمل ايه هيلاقي نفسه منضبط وبيعمل اداء جيد سواء على مستوى الدفاع او مستوى حمايه الحدود او غيره. بالعكس احنا بنلاقي دلوقتي المؤسسات داخل الدوله المصريه بتحارب اي محاوله لضرب الكيان الصهيوني. وخلينا نقول ان القضيه مش قضيه السيسي، في دي مؤسسات كامله بتشتغل ضد الشعب المصري وضد المصالح العليا ليه، وبالتاكيد ضد القضيه الفلسطينيه ولصالح العدو الصهيوني. والتنسيق الامني والاستخباري والعسكري عالي جدا مع الكيان الصهيوني، والكلام ده معلن يعني مش مستخبي، هو معلن وبيقولوه ما فيش اي مشكله، وبيحاول يخدع الناس او يخدع الجمهور ببعض الاجراءات المسرحيه حوالين دعم القضيه الفلسطينيه.